عايزه بقى اسال حضرتك سؤال هاخده من كلامك انت. اما نجم كبير ونجوم كبيره طبعا اللي كانوا موجودين كلهم في 200 جنيه، بس انا هتكلم بقى عن حضرتك بحجمك وبقالك فتره كنت بعيد عن السينما وراجع، برضو بتقول لي انا ما فكرتش في ترتيب اسامي، ما فكرتش في حاجه، فكرت ان دي حاله مش سهل انها تتعمل كتير. دلوقتي بنشوف ناس بتبقى عامله حاجه وفرقعت حاجه ترند وبتعمل حاجه مثلا او بتشترك في حاجه وتلاقيها بتتكلم ان انا نجم او انا نجمه، وبتلاقي في الجيل الجديد مش طبعا مش كل الناس بس نسبه كده طالعه عندها احساس بنفسها وهي لسه في بدايه المشوار. بتقول انت ايه او بتبقى احساسك ايه لما بتشوف الناس دي كده؟ هقول لك على حاجه فاطمه بامانه، يعني الحقيقه ساعة لما الواحد بيبقى نجم لأول مرة بيصيبه شوية أمراض كده، على شوية نفسنا، على شوية غرور، على شوية أنا، الأنا بتبقى عالية، حاجات كتيرة جدا لو الواحد ملحقش نفسه وتدارك، لأن فجأة الواحد بيبقى يعني بيعافر كتير قوي عشان يوصل للنجومية. طبعا. أول ما بيوصل يفتكر انه ياما هنا ياما هناك، ويا ارض انشقم عليك ادي والحاجات دي كلها، ولا يدرك حقيقة المهنة اللي احنا فيها. هي مهنة قاسية جدا ومهنة غير مستقرة على الاطلاق. يعني ممكن الواحد يبقى نجم من نجوم العالم ويصيبه مرض لا قدر الله، يعني هيقعد في بيته وكل النجومية والاضواء والمعجبين والمعجبة كله هيختفي من حواليه لمجرد ان جاله مرض في ثانية واحدة. والمفروض ان احنا في ايام، يعني احنا عشنا سنتين صعبين نعتبر بناخد دروس في حياتنا بسبب الجائحة اللي حصلت ديت العالم كله، وياما شفنا ناس اصحاء وصحتها كويسة ما هماش كبار في السن ولا اي حاجة يتلوم الكورونا في ثانية انتهوا. سبحان الله. ونقول ازاي ده واحد رياضي، ده واحد شاب، ده هم بيقولوا ليه بس بتأثر على لا، فهي فعلا مش حاجة ليها امان زي ما احنا بنقول اطلاقا. يعني هي الدنيا اصلا لا تستحق كل هذه الامراض ولا اي حاجة. وبعدين اللي ادالك كل ده ما ممكن ياخده في لحظة. فهي المسألة مش كده خالص، المسألة ان احنا لازم نتدارك ده سريعا علشان ما نقعش فخ النجومية والأنا والحاجات اللي هي الكتير. اللي بالعكس اهتم بشغلك، حط المتفرج قدام عينك، احترم عقلية المشاهد، احترم عقلية المستمع المتلقي بصفة عامة، يعني لازم تحترم عقليته. طول ما انت بتحترم عقلية المتلقي طول ما الناس هتفضل حطاك في عينيها وجوه قلبها، ولا يمكن مهما حتى انت غبت من فترة ولا حاجة لا يمكن، هي يعني لازم هيبقى احترامك موجود بداخلهم وتقديرهم هيبقى على طول معاك. فهي الفكرة مش كده، يعني ان احنا نتنطط على الناس او نتنطط على زمايلنا او نتنطط على الجمهور او نتعالى او حاجة زي كده، هتلاقي في لحظة اتعلم الدرس وساعتها هتبقى قاسي.